من يمشي على قدم محمد بسيط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدل الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على علم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضام، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم، محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا الظلام، إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترفا، أقى النبي وفي خلق، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام، قوم نيام.
تسلوا عن بالحلم قالوا كيف نذهب معك إلى رسول الله حتى تفضحنا؟ اذهب لوحدك. ما وأنتم على اطلاع من أمر دينكم فاعلموا أن هذا من علامات الساعة ليثبت الإنسان على الحق. وتدخل امرأة محجبة على حياة تتقدم حتى تتوسط الصف أمام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. غزوة الخندق ينزل في الخندق ويأخذ المعول بيديه الشريفتين ويحصر ثوبه عليه الصلاة والسلام ويضرب هذه الصخرة التي اعترضتهم وهم في الحفر ويكبر على الأولى والثانية والثالثة. وجاء إليه وأمسكه وهزه وقال ألعنتها؟ ألعنتها؟ والله لقد تابت توبة لقسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد منهم 1000 وفيهم القعقاع بن عمرو، جيش فيه القعقاع لا يهزم رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء صنعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية. هيا على الصلاة. آداب دخول الحرم. أول هذه الآداب أن تدخل الحرم وأنت في أبهى صورة وأحسن حال. الدخول من باب السلام. إذا دخلت من باب السلام فاعلم أنك تسير على أرض قد شرفت بأقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنوار أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفاته. الروضة المشرفة حدودها. قناة الإرث النبوي ويزكيهم ويعلمهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Mother